وأحد هذه المواقيت يمتاز بميزة وهو ذو الحليفة. قال الألباني رحمه الله: ويستحب الصلاة فيه لخصوص المكان لا من أجل الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والذي يظهر لي أنه لا يطلق هذا الحكم وإنما يقيد، فنقول: من أتى إلى هذا المكان بغرض النسك ولم يوافق إحرامه وقت صلاة فيصلي، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يمرون عليه ولم يقفوا عنده للصلاة.